الريال بمليون جنيه والنص جنيه بمئة ألف، دي مش فزورة، دي فعلا أسعار العملات الموجودة دلوقتي في الأسواق والبيوت كمان. أيوة العملات دي ممكن تكون في بيتك وتخليك مليونير في لحظة وانت مش عارف. فيا ترى ايه حكاية العملات دي وليه أسعارها غالية كده، ويا ترى ازاي تشتريها أو تبيعها؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. أنا آية الوليدي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. ناس كتير بتحب تجمع العملات القديمة وتشتريها من وقت للتاني كنوع من أنواع الهوايات، بس انت عارف ان عملة واحدة من العملات دي ممكن تخليك مليونير في لحظة؟ أيوة زي ما سمعت كده، وده لأن العملات دي وخصوصا النادرة منها بتتباع بمبالغ خيالية. طيب ازاي؟ حسب موقع مصراوي ان بعض الأشخاص بيعرضوا في بعض المواقع على الانترنت العملات القديمة بأسعار متفاوتة ممكن توصل لملايين. يعني مثلا في واحد كان بيعرض 3 عملات عبارة عن 5 جنيه إصدار 16 نوفمبر سنة 1957، و50 قرش إصدار 30 مارس سنة 1976، وجنيه مصري واحد إصدار 16 مايو سنة 1968، وده بسعر 400,000 جنيه. حسب خالد عزب وهو واحد من الأشخاص المهتمين باقتناء العملات القديمة المصراوي، إن سبب ارتفاع أسعار بعض العملات القديمة يرجع لوقف سكها وطباعتها المميزة، ده غير إنها ما بقتش موجودة كتير زي الشلن، شلن الدولة المصرية مش جمهورية مصر، وده سعره ممكن يوصل لعشرين أو أربعين ألف جنيه. ريال السلطان فؤاد وده بقى وصل سعره لمليون جنيه لأنه عملة نادرة وما تطبعش منها كتير. قال كمان إن في بعض العملات اللي ليها قيمة وسعر مرتفعين زي العملات القديمة بس اللي إصدارها كان قبل جمهورية مصر العربية، زي مثلا عملة الخمسة مليم اللي تم إصدارها بالغلط سنة 1973، وده بالألمونيوم سعرها عالي جدا لأنها مميزة وعددها قليل، وبرضه عملة الخمسة وعشرين قرش الإصدار الأول واللي بنسميها قافلة الجمال واللي تم إصدارها سنة 1917 لحد سنة 1971، دي برضه سعرها عالي. أما محمد أشرف تاجر عملات قديمة قال لموقع صدى البلد إن كل العملات اللي صدرت في عهد الملك فاروق مطلوب شرائها دلوقتي في سوق العملات القديمة، وكل عملة سعرها بيختلف حسب ندرتها وحالتها، لكن العملات الورقية القديمة هي الأغلى وده بسبب قلة وجودها خصوصا إنها بتتهلك أسرع من العملات المعدنية. قال إن عملة النص جنيه على الرغم من إنها لسه متداولة في الأسواق لكن الطلب بيزيد عليها من بعض تجار العملات القديمة لغاية ما قيمتها وصل لمئة ألف جنيه مصري، وإن شلن الملك فاروق باربعين ألف وريال السلطان فؤاد بيبدأ من 80,000. ده قال كمان إن التجار بتجري ورا الفئات اللي إصدارها قديم وعليها صورة أبو الهول في النص أو على الشمال، ودول بقى الأغلى في أسواق العملات القديمة حاليا. طب يا ترى تشتري العملات دي منين؟ حسب صدى البلد في بعض المناطق جوه مصر فيها كتير من المحلات اللي بتشتري العملات القديمة النادرة وخصوصا في القاهرة واسكندرية، واللي موجودة أغلبيتها في محيط منطقة وسط البلد منها شارع عماد الدين والألفي خان الخليلي، وده بالنسبة للقاهرة. أما بقى داخل اسكندرية ففي محلات في مناطق كتير زي شارع خالد بن الوليد، المنشية، العطارين ومحطة الرملة. مش بس كده، انت كمان تقدر تشتريها من خلال بعض المواقع الإلكترونية أو من خلال صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة بده. دلوقتي بقى قولي معك كام من العملات القديمة؟